أخطر مخلوق على وجه الأرض. نعم، الصائم في الوطن العربي قبل وبعد الأذان. لم أرى بحياتي ذلك الكم من الشراسة. لقد عضني في كتفي، فجلست في المشفى 3 أسابيع في العناية المركزة. ولكم مش طبيعي، هبلني هبل. يفضى عرضه مش عارضة تقول سواريز. جاك اقترب، إنه عالق في الزحام. لكن احذر، فإن قوة فكه تساوي 77,000 رطلا، أي ما يعادل سمكة قرش في البقعة. سأحاول اقتراب منه، اتبعني. حسنا يا بروفيسور، ولكن اتخذ هذا. لا تقلق علي، إنني قلق للغاية. ما هذا؟ إنه يقترب. لا النجاة، لا ساعدوني. لقد عضت كتفي الصديق. تبا عليك اللعنة، ابتعد عني. ولكن يتحول ذلك الإنسان الشرس إلى كائن لطيف محب للجميع، لأن سيجارة بعد الأذان ابتسوا كل بنات عمان.